وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا فتحي محمود الكاتب الصحفي المتخصص بالشأن اللبناني في الأهرام. أهلا بك سيد فتحي في هذه الجولة الإخبارية. أهلا بك. هل بالفعل يمكن التوصل إلى صيغة لتشكيل الحكومة نهائيا قبل أعياد الميلاد؟ هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحديد موعد محدد لتشكيل الحكومة اللبنانية، وأنا أعتقد أن في عدة عوامل ساعدت في ذلك. أولها المبادرة الخاصة بالبطريرك الماروني اللي خلال الأيام الأخيرة كان بيجتمع مع الرئيس ومع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري للخروج من الأزمة الحالية، بالإضافة إلى الضغوط الفرنسية اللي رغم إلغاء زيارة الرئيس ماكرون بسبب إصابته إلى لبنان إلا أن كان في ضغوط فرنسية مكثفة للخروج فعلا قبل بداية السنة الجديدة بتشكيلة حكومية، إلى جانب ضغوط أمريكية كانت مقدمة مقابل أن يتم تسهيل تشكيل الحكومة، مقابل أن تضغط أمريكا على إسرائيل لتسهيل المحادثات الإسرائيلية اللبنانية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وهذا أمر يهتم به لبنان كثيرا بسبب حقول الغاز الموجودة في حدوده البحرية. وإلى جانب طبعا الأزمة الخانقة اللي بتزداد كل يوم في لبنان على المستوى المعيشي والاقتصادي. نعم. لذلك أنا أتصور أنه فعلا ممكن قبل نهاية الشهر الحالي يكون في حكومة لبنانية جديدة. نعم. طيب سيد فتحي، البعض يرى أنه لا يمكن تشكيل حكومة جديدة في لبنان قبل تولي بايدن الرئاسة في أمريكا، ما مدى صحة هذا الطرح؟ موضوع بايدن فعلا بعض القوى السياسية كانت متحفظة في شأن تشكيل الحكومة لحين وصول بايدن للرئاسة واستكشاف ماذا يريد من المنطقة، وخاصة بالنسبة لإيران وبالنسبة للبنان. إيران لأنها بتعتبر لبنان جزء من أوراق اللعب لديها في العلاقات مع الولايات المتحدة وفي العلاقات الدولية بشكل عام، ولكن أنا أتصور أنه من دلوقتي بايدن سياساته أصبحت واضحة تماما في التعامل مع الملف الإيراني، وأعتقد أنه هيكون في نوع من الانفتاح في التعامل الإيراني في لبنان دون الانتظار لتولي الرئيس بايدن فعليا مهام الحكم. نعم، شكرا لك سيد فتحي محمود الكاتب الصحفي المتخصص بالشأن اللبناني في الأهرام.